لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. خبر صادم للجزائر، رئيس حكومة القبيلة يطلب لقاء الملك محمد السادس. طلب رئيس حكومة القبيلة فرحات مهني من الملك محمد السادس أن يشرفه باستقبال في أقرب فرصة، وذلك بعد إعلان السفير الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال في مذكرة وزعها على أعضاء منظمة عدم الانحياز دعم المملكة لحركة استقلال منطقة القبائل. وفي مراسلة وجه رئيس الحكومة القبيلية المؤقت فرحات مهني لسفير المغرب بباريس شاكب بن موسى، عبر مهني عن شكره وامتنانه نظير الدعم المغربية لشعب القبائل وتدويل المملكة لقضية أمازيغ الجزائر وأحقيتهم في تقرير مصيرهم. كما عبر رئيس الحكومة القبيلية عن امتنانه للملك محمد السادس وتقديره إزاء الالتفاتة التي وصفها مهني عبر الناطق باسمه بالتاريخية. وكان عمر هلال قد عبر عن دعم حركة استقلال منطقة القبائل التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها في مذكرة وزعها على أعضاء منظمة عدم الانحياز. نشكركم على حسن المتابعة.